وهو ان بعد تحويل 18 طالبه للتحقيق، بعد تحويلهم باسبوع للتحقيق، تم اعتقال وكيل كليه التربيه القائم باعمال عميد الكليه دكتور عبد الحفيظ عيسى، تم اعتقاله من داخل الكليه، وذلك لانه لم يقبل ورفض فصل الطلاب، رفض فصل الطلاب ورفض التعاون مع قوات الأمن لتسليم الطلاب، لذلك تم اعتقاله، وكانت هذه إشارة واضحة لإرهاب الجميع. نفاجأ بعد هذا الأمر بأسبوع بتجديد منصب العميد للدكتور ناصر ماضي عميد كلية التجارة. جاء هذا القرار بعد تأشيره على قرار فصل 9 طالبات من الكلية. طبعا هنا احنا حابين ان احنا نوجه رسالة للعمداء الكليات ولكل ادارات الكليات بان وان جاءت هذه المناصب بانهم يرتقون في مناصبهم على حساب مستقبل هؤلاء الطالبات، ولكن ارادة الطالبات ستنتصر في الاخر فوق كل مناصبهم ان شاء الله.